أنا علاء طبية، سائق سيارة إسعاف هون موجود بحلب من بداية الأزمة. عندي كان قدام البيت 5 قطط تعرضت هون منطقتنا للقصف الشديد، اضطرت العالم لتهرب برات البلد لتنزح من الحي. تراكمت قطط الحي، يعني تفاجأت كانوا 5 قطط، تفاجأت بعد فترة شهر شهرين صاروا أكثر من 100 قطة. كل ما هاجرت عالم فضت المنطقة يتوجهوا القطط لعندي، الاقيهم بيركين قدام البيت عندي وكل مالهم بالزياد، يعني هلا وصل العدد عندي لل 170. في لي اصدقاء من جميع انحاء العالم متعرف عليهم عن طريق الفيسبوك، بيحبوني وبحبوا عملي بالانقاذ وبالاسعاف وبمساعده الحيوانات. اقترحوا علي ناسس بيت للقطط، محمية للقطط، أيوة، وساوي لهم أرض خاصة فيهم نجمعهم فيها مشان ينحموا يعني من القصف أو ينحموا من السيارات. المهم أقرينا هالمشروع وأسسنا أول بيت للقطط في حلب، منزل أرنستو الجتارو دليبو. أنا بتوجه على محلات اللحوم، البقايا اللحوم، بشتري من عندهم بقايا اللحوم اللي بيزيد من اللحم المشفى من الفروج بأسعار طبعا رخيصة لأنه بقايا للحوم. وكان القطط من فترة 2 3 بطعميهم على هالأساس. نحن هلا دخلنا بحصار من فترة الشهر وأقل، ابتديت أساوي له الرز، أحط لهم فيها مرتديلا، اطعم لهم اياها بالمرتديلا، ايوه، واطعميهم اياها. حتى هيك تعذبت انه يتقبلوها، بس تقبلوها بعد فتره 3 ايام. نحط لهم علبه طون مع الرز، يعني هيك طعمت انه لحم مع الرز حتى تقبلوها ياكلوها. ومن ورا ما الوارد تبع بيت القطط، يعني من الدعم اللي عم بيجي لبيت القطط، قررنا نساوي حديقه للالعاب بجانب بيت القطط، حديقة للألعاب نستقبل فيها أطفال المدارس بنهاية فصلهم الدراسي، لنكرمهم نعطيهم هدايا، نساوي لهم جاتو، هيك حفلة صغيرة، ونلعبهم بالألعاب طبعا. دانكي.